بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هنا يبين الله تبارك وتعالى الفارق العظيم بين أهل الإيمان الذين قاموا بتأسيس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بنوه لله تبارك وتعالى مخلصين فيه لله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، والأنصار الذين وهبوا وأوقفوا أرض هذا المسجد لله تبارك وتعالى. فهذه الصورة صورة الإيمان الصحيح، مقابل هذا صورة أهل مسجد الضرار الذين بنوا مسجد في ظاهره مسجد لكن في حقيقته مكان ووكر يتجمع فيه أهل الشر من المنافقين ليكونوا عينا للكفار على المسلمين، فجعلوا من المسجد منطلقا لحرب الإسلام والمسلمين. فقال جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في تأسيسهم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أسس على تقوى من الله ورضوان، يعني أن الله تبارك وتعالى رضي عن فعلهم لأنهم فعلوا هذا ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى ولإقامة الصلاة وللدين أن يكون هذا هو منطلق المسجد في الإسلام، إنما هو يعني المنطلق للجهاد وللخير ولتعلم العلم وللمنافع العظيمة التي من أجلها تبنى المساجد. فلذلك كان هذا من رضوان الله تبارك وتعالى. فمن أسس بنيانه أي بنيان على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. شبه الله تبارك وتعالى تأسيس مسجد الضرار، هذه صورة، بمن أسس بنيانا له لكن على شفا الجرف، والشفا الحافة، والجرف هو التراب الباقي بعد أن ينحر السيل يعني مجراه، فإذا وقف التراب الذي يقف في حافة السيل فإنه سريعا ما ينهار، إذا جاء السيل مرة ثانية فإنه ينحر هذا التراب ويقع، أو إذا حصل أي يعني ريح أو هواء فإنه يسقط. فمن بنى فوق هذا على شفا الجرف فلا شك أنه لا يمكث بناؤه. وهكذا شبه الله تبارك وتعالى بناءهم هذا المتهاوي بالبناء على شفا الجرف، ثم أخبر بأنه إذا انهار في نار جهنم، طبعا مع صاحبه عياذا بالله، على شفا جرف هار متهالك فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لأن الذي يفعل هذا الفعل لا عقل له ولا فهم له ولا بصيرة له، أضلهم الله تبارك وتعالى بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم، والله لا يهدي القوم الظالمين، فينفقون أموالهم ويتعبون ويشقون ثم تكون يعني العاقبة شر لهم عياذا بالله.
والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال جل وعلا: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. هذه عقوبة شديدة لهم من الله تبارك وتعالى، وأن هذا البنيان الذي بنوه سيظل ريبة في قلوبهم، يعني شك يأكل قلوبهم ويمرضها. وذلك أنه يعني طبعا بنوه في ظاهره مسجد، وهم يريدون بهذا خداع أهل الإسلام، ولكن من داخلهم يعلمون أنه ربما ينكشف أمرهم إذا كشف الله تبارك وتعالى أمرهم وظهرت نياتهم، فإنهم سيفضحون بذلك، فيظل هذا الأمر مرتاب كالذي يفعل دائما فعل يعني على غير صورته، فإنه يظل مرتاب. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. ثم قال جل وعلا: إلا أن تقطع قلوبهم. إلا أن تقطع قلوبهم يعني ندما وحسرة على ما فعلوه، ويكون هذا باب لهم إلى التوبة. إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. عليم بأحوال عباده سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأمور في نصابها. ومن هذا أن الله تبارك وتعالى يعني عاقبهم بهذه العقوبة لفساد طوياتهم وفساد نياتهم. بعد هذا بين الله تبارك وتعالى حال أهل الإيمان معه، والصفقة الكبرى التي عقدها الله تبارك وتعالى مع المخلصين مع أهل الإيمان الحقيقي. فقال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بعد هذا السرد الطويل لأحوال المنافقين وخداعهم وتلاعبهم وسيرهم هذا المتعرج المتلون ومحاولاتهم المستميتة في إطفاء نور الله تبارك وتعالى وفي خذلان المسلمين، هنا يبين الله تبارك وتعالى حال أهل الصدق، فيبين ربحهم العظيم، وأنهم قوم باعوا أنفسهم وأموالهم لله، وأن الله تبارك وتعالى اشتراها وكافأهم عن هذا أعظم الجائزة، الفوز العظيم. قال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشتراها، أخذها. النفس هو الذي أعطاهم إياها سبحانه وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى هنا يشتريها منهم بأن عرض عليهم هذه الصفقة، فباعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى. وأموالهم أي بأن يبذلوها في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى. فهم يجاهدون في سبيل الله ويقدمون أنفسهم، يخاطرون بأنفسهم ويخاطرون بأموالهم، يدفعون أموالهم لله تبارك وتعالى من أجل إعلاء كلمته جل وعلا. قال جل وعلا: بأن لهم الجنة، عنده سبحانه وتعالى الجنة، هذه بالألف واللام المعروفة الموصوفة التي هي كرامته سبحانه وتعالى، جزاؤه العظيم، فضله الكبير، والتي قد جمع الله تبارك وتعالى فيها لأهلها كل أنواع الحبور والسرور من الخلود الذي لا ينقطع، فحياة دائمة ملؤها السرور والحبور الذي لا ينقطع، وجمع الله تبارك وتعالى لهم فيها كل ما يشتهون من البيوت الأنيقة المريحة، قصور العظيمة، لبنة من ذهب، لبنة من فضة، من كل فاكهة تخطر بالبال ولا تخطر بالبال، فيها من كل فاكهة زوجان، من النساء الجميلات في أفضل سن تكون فيه النساء كواعب أترابة، من مجالس اللهو والمتعة، وكأسا دهاقة، من إبعاد كل أنواع المنغصات، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
فلا منغص، لا يمرضون، لا يبصقون، لا يتفلون، لا يمتخطون، رشحهم المسك، لا يفنى شبابهم، لا تبلى ثيابهم، لا يطلبون شيئا إلا ويوجده الله تبارك وتعالى لهم، لهم فيها ما يشتهون ولهم فيها كذلك ما يدعون. فما يشتهونه مما عهدوه وألفوه يوجد بمجرد اشتهائه، وكذلك ما يدعونه مما لم يألفوه ولم يعهدوه، بل مما يقترحوه ويتخيلوه ويتمنوا لو يوجد فيوجد، ولهم فيها ما يدعون. ثم رضوان من الله تبارك وتعالى، رضوان دائم، يرضى الله تبارك وتعالى عنهم فلا يسخط عليهم أبدا، هذا أمر عظيم. فهذه الجنة بيت الرضوان، بيت رضوان الله تبارك وتعالى، وبستانه وقصره العظيم وهديته الكبرى لأهل طاعته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا الأمر العظيم. ثم قال جل وعلا مبين ما هو، كيف يقدمون أنفسهم أو قدموا أنفسهم وأموالهم، قال يقاتلون في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون، يقاتلون في سبيل الله. وكتب الله تبارك وتعالى عليهم أنهم يقتلون يعني أعداءهم ويقتلون كذلك في سبيل الله فيحصل لهم، ما جعل الله تبارك وتعالى لهم النصر يعني والغلبة دائما، بل يغلبون ويغلبون، يقتلون ويقتلون. ثم قال جل وعلا وعدا عليه حقا، في التوراة والإنجيل والقرآن، وعدا عليه، الوعد من الله تبارك وتعالى، والله التزمه سبحانه وتعالى وأوجبه على نفسه، لا يوجب أحد على الله تبارك وتعالى شيء. لكن هذه الصفقة العظيمة، الجنة ليست ثمن للعمل ولكنها هدية ومنحة وفضل من الله تبارك وتعالى، وإلا فعمل المؤمن يأخذ أجره بما متعه الله تبارك وتعالى به في الدنيا، وبل إن كل العمل لا يجزئ نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى على عبده في الدنيا. الجنة ليست ثمنا للعمل وإنما هي هدية ومنة وفضل من الله تبارك وتعالى، والله التزمه، جعل هذا لازما عليه سبحانه وتعالى. قال وعدا عليه، يعني عليه تنفيذه وأن تحقيقه سبحانه وتعالى، حقا وعدا عليه حقا ثابتا لا بد أن يكون، كما قال جل وعلا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي، لا بد أن يلقى. فالوعد الحسن وهو الجنة لا بد أن يلقاها كل عبد يعني وافق شرط الله تبارك وتعالى في أن باع نفسه وماله لله. وعدا عليه حقا، ثم قال جل وعلا في التوراة والإنجيل والقرآن، هذه الكتب السماوية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على هؤلاء الرسل العظام، التوراة المنزل على موسى والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام والقرآن المنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء الرسل العظام الذين لهم جعل الله تبارك وتعالى لهم قبول عظيم في الأرض، فموسى اتبعته أمة عظيمة من الناس، وعيسى عليه السلام اتبعته أمة عظيمة، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه سيد الرسل وخاتمهم اتبعه أعظم مما اتبع جميع الأنبياء والمرسلين. فالكتب التي أنزلت على هؤلاء الرسل سجل الله تبارك وتعالى فيها العهد، وبين أن هذا عهده سبحانه وتعالى، وهذه صفقته مع عباده المؤمنين، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فهي مكتوبة في الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. وكأن الله تبارك وتعالى يقول إن هذه يعني هذا الصك أو هذه الوثيقة أو هذه الصفقة قد عقدها الله تبارك وتعالى وأنزلها في كتبه الشريفة العظيمة التي نزلت على هؤلاء الرسل العظام عليهم الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا ومن أوفى بعهده من الله، هذا السؤال يراد به التقرير، من أوفى بعهده من الله؟ هل هناك من يعني غير الله يوفي بعهده كما يوفي الله بعهده؟ مستحيل، لا يمكن أن يكون هذا. يعني إذا قال الله تبارك وتعالى ووعد وعدا
فلا بد أن يوفيه سبحانه وتعالى. وليس هناك غير الله تبارك وتعالى من يفي بعهده كما يفي الله عز وجل بعهده. فقال جل وعلا مثبتا أن هذا يعني الأمر سيكون، قال ومن أوفى بعهده من الله، والجواب لا أحد، لا أحد يوفي عهده كما يوفي الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. استبشروا أيها المؤمنين يعني افرحوا، البشارة هي الإخبار بما يسر، هذا خبر عظيم بما يسر، هذه صفقة كبرى. الله يقول هذه صفقة كبرى، من الطرف فيها؟ الطرف فيها الله، وأنت أيها المؤمن طرف، أنت الطرف الآخر، والله لا إذا كان هو طرف لا بد أن يوفيك، لا بد أن يوفيك حقك، والذي تأخذه أمر عظيم جدا، أنت تبذل شيئا قليلا. الموت حتموت، الموت الكل يموت، والمال كله رائح، يقول العبد مالي مالي ما ديت. فأنت هنا الإنسان يبذل، أهل الدنيا يبذلون أموالهم في متع وشهوات، كثير منها دنيء حقير يتمتع الإنسان فيها وقت قليل ثم يضمحل ويذهب. لكن أن يشتري المؤمن بماله الجنة تصبح هذا شيء عظيم جدا. لا ديت. فمن اشترى بماله من أهل الدنيا، اشترى بيت، اشترى سيارة، اشترى أمر من هذه الأمور، يتمتع فيها متعة قليلة. البيت ماذا يتمتع فيه؟ يمكن بعض الناس يتمتعون في بيتهم عدة أيام، سنة، سنتين، 10 سنوات، ثم يفارقه وينتهي الأمر. وكذلك أما هذا لم يشتري من الله تبارك وتعالى بيتا لمدة محددة، ولا قصرا ولا بستانا، إنما اشترى الجنة، دار الخلود، بما ذخر الله تبارك وتعالى فيها. فالله يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هذا بيعتك رابحة، أربح شيء، بل لا توجد، لا يوجد صفقة يعني في الوجود كهذه الصفقة، أن يدفع الإنسان هذا الشيء القليل، ماله القليل، عمره، ثم يأخذ الخلود. يدفع عمره القليل، لنفرض أن العمر الافتراضي للناس 60 سنة، وإنسان جاهد شابا وهو ابن 25 ثم استشهد، ما الذي فاته؟ 35 سنة، 45 سنة، لكن أخذ الخلود، أخذ بذلك الخلود في الجنة، ومن وقت أن يموت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهذا الذي استعاض بقية عمره مثلا ونال هذه الشهادة، لا شك أنه قد عوض بهذه السنوات الباقية في العمر الافتراضي للبشر بخلود عند الرب تبارك وتعالى. الله يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هذه الصفقة، وأن يدفع الإنسان يعني عمره أو أن يدفع ماله لينال الجنة، هذا الفوز العظيم. هذا الذي دفع شيئا قليلا وأخذ ثمنا عظيما لا يوصف، أخذ خلود يعيش لا يقول 100 مليون سنة ولا 2 ولا 3 ولا 4، بل خلود فلا موت، وحياة لا تنقطع أبد الدهر، فهو إلى الأبد، أبد الأبد، وهو منعم على هذا النحو بكل أنواع النعيم ما تتخيل وما لا تتخيل. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا مع ما حدث الله به، ما حدثنا به سبحانه وتعالى من مما في الجنة من دورها وقصورها وأنهارها وثمارها ونسائها وأدواتها وفرشها ومتعتها ومجالسها، كل هذا يعني علمنا الله تبارك وتعالى به، وفوق ذلك ما لم يخبر الله تبارك وتعالى بذلك أحدا، يجعله من المفاجآت العظيمة السارة لأهل الجنة. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أي أيها المؤمنون الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله، وذلك هو الفوز العظيم. ثم بين الله تبارك وتعالى صفات
هؤلاء المؤمنين، فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. عشر صفات، عشر صفات لهؤلاء المؤمنين. أول صفة من صفاتهم أنهم هم التائبون، والتوبة هي الرجوع إلى الله تبارك، الرجعة، يعني أنهم، ومعنى أنه تائب فاعل لهذه التوبة دائم، فهو عبد دائما في توبة إلى الله تبارك وتعالى، في رجوع إلى الله عز وجل. وذلك أن من طبيعة الإنسان الخطأ، كل ابن آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. وهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه أعظم العباد كان يقول ويدعونا دائما إلى التوبة الدائمة، يقول يا عباد الله توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، يعني أكثر من 100 مرة يستغفر الله تبارك وتعالى. وكان أحيانا يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا، يجلس مجلس ثم يسمعه الصحابة يسمعون النبي يستغفر الله ويستغفر ويستغفر، فيعدون استغفاره، فيعدون أحيانا 70 مرة يخرج الاستغفار من فم النبي صلوات الله وسلامه عليه. استغفار الدائم، التوبة إنما هو عمل دائم يعود فيه العبد إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنب من كل معصية. الغفلة عن الله ساعة بل لحظة هذه ذنب، مجرد الغفلة، أن يجلس الإنسان مجلس ثم يقوم منه لا يذكر الله تبارك وتعالى عمل ذنب عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا ثم قاموا منه لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار، قاموا عن شيء منتن جدا، لأن كيف يليق بالعبد الذي يقوم ويعيش ويتقلب في نعم الله تبارك وتعالى عليه السابقة كل لحظة، بل هو وجوده وتنفسه وبقاؤه وناهيك بطعامه وشرابه ولباسه وكل النعم التي يعني تحتف به مما يعلمها ولا يعلمها كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، كيف لا يكون قلبه دائما ذاكر لله تبارك وتعالى شاكر له في كل لحظة. الإعراض عن الرب تبارك وتعالى معصية، ثم بعد ذلك تتدرج المعاصي، لا يكون عصيان أمر الرب تبارك وتعالى، التفريط في 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 أوامره، يعني ارتكاب المخالفة أو ترك الـ 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 الأمر، كل هذه معاصي. فالعبد يحتاج دائما إلى التوبة الدائمة، التائبون هم في توبة دائمة ورجوع دائم إلى الله تبارك وتعالى. العابدون، الصفة الثانية لهم أنهم أهل عبادة، والعبادة معناها الذل والخضوع في لغة العرب، فهم ذليلون، وهي في 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 الشرع، معنى العبادة في الشرع هذا اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الخلق، ويشملها طاعته سبحانه وتعالى في كل ما أمر، الانتهاء عن كل ما نهى عنه سبحانه وتعالى، القيام بشكره جل وعلا، الذل له والخضوع له، محبته سبحانه وتعالى، كل ما أمر الله عز وجل هو داخل في معاني العبادة. فهم عابدون، سواء كانوا في شؤون التقرب صلاة وصياما وزكاة وحجا، أو التزاما بحدود الرب تبارك وتعالى، أو تنفيذا لأوامره، أو انتهاء عن مناهيه، فهم عابدون، عباد تائبون، عابدون، حامدون، الحمد هذا يعني عمل عظيم مخصوص من العبادة، هو داخل في العبادة لكنه أفرد هنا لخصوصه، الحامدون. وحمد الله تبارك وتعالى هو الثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، من الصفة، من اتصافه بصفات الكمال، ثم من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كل هذا حمد وثناء على الله تبارك وتعالى، تقول الحمد لله، كل المحامد ثابتة لله، تحيات لله، المباركات الزاكيات الطيبات لله، هذا حمد الله تبارك وتعالى، ذكره بالجميل، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حمد ثناء على الله تبارك وتعالى وتمجيد له،
الله أكبر، هذه بهذه الكلمات الطيبات، كذلك حمده على إنعامه سبحانه وتعالى. حمد الله تبارك وتعالى إنعامه، إذا العبد المؤمن يشرب الشربة فيحمد الله تبارك وتعالى أن هيأ له ذلك، يأكل اللقمة فيحمد الله على ذلك، يلبس اللباس فيحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، يركب المركب فيحمد الله على ذلك، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يرى الأمر مما يعجبه فيحمد الله ويقول ما شاء الله تبارك الله، فهو حامدون صفة يتصفون بها، أصبحت صفة من صفاتهم، فهم دائم الثناء والحمد على الله تبارك وتعالى بما هو أهله جل وعلا. السائحون، السياحة هي التنقل في الأرض، والسياحة سياحة المؤمن للطاعة، طبعا السياحة بعضها اللي هي إما أن تكون مشروعة مباحة، وإما أن تكون مستحبة أو واجبة، وإما أن تكون محرمة. فالسياحة هنا إنما هي في الأمور الواجبة أو المستحبة. فالخروج للحج والعمرة وطلب العلم والجهاد في سبيل الله، هذه أوامر إما واجبة وإما مستحبة. فالحج مرة في العمر سياحة واجبة، يجب على كل يعني مؤمن أن يفعلها مرة في عمره، ثم إذا يعني داوم الحج بعد ذلك أو حج أكثر من هذه حجة الإسلام واعتمر أكثر ذلك، فقد ساح في الأرض، انتقل فيها عبادة لله، كذلك في طلب العلم، كذلك في الجهاد في سبيل الله، كذلك للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فوصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم سائحون، السائحون في جنبات هذه الأرض في طاعة الله تبارك وتعالى ومرضاته جل وعلا. أحيانا يعني تطلق السياحة على النزاهة، يعني السائحون يعني النزيهون البعيدون عن الآثام والأغراض، وتطلق أحيانا السياحة على الصوم، فكأنه سياحة هو نزاهة عن يعني عن الطعام والشراب والشهوة في هذا الوقت، لكن المعنى الأول هو المعنى إن شاء الله يعني الصحيح فيما يفسر به هذه الآية. السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. لنا عودة إن شاء الله إلى هذه الآية لنكمل صفات أهل الإيمان الذين ارتضاهم الله تبارك وتعالى وعقد معهم هذه الصفقة العظيمة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلكنا معهم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.